اسأل مع ميرا. اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده من برنامج اسال مع ميرا. والنهارده we honor to have Dr. راغي صادق، Director of Bariatric Surgery at Robert Wood Johnson University Hospital. اهلا بحضرتك يا دكتور. شكرا علشان وقت حضرتك، احنا عارفين وقتك مشغول جدا وانك جيت معانا. Thank you so much يا دكتور. You're welcome, my pleasure. Thank you. عايزة أقول لحضراتكم كمان إن دكتور راغي هو نيو جيرسي توب دكتور 2016. نتمنى لك إن أنت تبقى دايما يا دكتور التوب 2017 وفوريفر. ربنا يخليك. شكرا. طيب زي ما قلت لحضراتكم دي توب دكتور بتاعت نيو جيرسي 2016. احنا فرحانين ان احنا يعني لقيناها على الانترنت وجبناها لكم. وكمان تليفون دكتور راجي هيكون موجود معانا، هو موجود دلوقتي على الشاشه، وهنحطه لكم برده في اخر الحلقه. النهارده كنت زي ما وعدت حضراتكم ان احنا هنتكلم عن الدايبيتيز وازاي ممكن يتعالج بالسيرجري زي ما دكتور راجي قال لي. دكتور راجي، انا بسمع كتير، او يعني لما انا قلت الموضوع ده في حد بعت لي رساله على الفيسبوك وقال لي انا عارف ان الدايبيتيز لما بيجي للانسان خلاص بقى ما مش هيمشي تاني. ممكن حضرتك تقول لنا هل فعلا بيتعالج، وهو ايه اصلا السكر وبيجي لنا ليه؟ سؤال جميل فعلا. هو بصي، هو السكر نوعين عشان نبقى بس عارفين، في نوع اللي هو بنسميه تايب 1 وفي نوع اللي بنسميه تايب 2. التايب 1 ده بيبقى وراثي، معظمه بيبقى وراثي، ممكن يجي في الاطفال في سن صغير، وده بيبقى بسبب ان البنكرياس ما بيفرشش انسولين كافي عشان يتحكم في السكر في الدم، فالسكر طبعا بيعلى في الدم. أوكي. لازم نعرف طبعا ان لما السكر بيعلى في الدم ده بيسبب امراض كتير زي امراض القلب وامراض المفاصل وامراض الاوعيه الدمويه وغيرها من الامراض الاخرى. فطبعا السكر مرض برضه يعتبر من الامراض يعني خطيره، بيقال عليها امراض خطيره طبعا، لان مع مرور الوقت ممكن يسبب مضاعفات كتير. فالجزء اللي هو التايب 1 ده بيبقى ده مرض وراثي، وعلاجه طبعا صعب جدا وما بيخفش. ده بيتحكم فيه عن طريق ان احنا بندي انسولين خارجي وبيعيش المريض بيه طول عمره، وصعب جدا ان احنا طبعا يحصل كيور او ان هو يخف كاملا الا لو حصل زراعه للبنكرياس. اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو بنسميه التايب 2، اللي هو بيبقى نوع من النوعين، يا اما البنكرياس ما بيفرزش انسولين كفايه، او الانسولين بيفرز بس بيلاقي انه هو مش قادر يتحكم في السكر بسبب الوزن او السمنه. وده بنسميه تايب 2. معظم تايب 2 دايابيتس بيبقى موجود في الناس اللي عندها اوزان كتيره، او اللي هو بيبقى مع الوزن مع طبعا نوع من الجينيتكس. الحاجة المعروفة ان احنا كمصريين عندنا نسبة السكر عالية جدا، ونسبة مرض السكر موجود بكثرة في المصريين. التايب 2 دايابيتس ده طبعا دلوقتي احنا بنشوف ان في الشرق الاوسط حوالي 42 مليون مريض بمرض السكر هيوصلوا من سنة 2000 لسنة 2030. نتوقع ان يكون في 42 مليون مريض بمرض السكر، طبعا رقم خرافي طبعا. ومرض يعني طبعا مرض خطير زي ده. السؤال بقى المهم ان هل في علاج للتايب 2 ده، اللي هو المرض اللي هو بسبب السمنه او بسبب عدم ان البنكرياس ما بيفرزش كفايه. الجراحات اثبتت ان هي العلاج الوحيد في العالم حاليا انها تعالج مرض السمنه، مرض الدايابيتس تايب 2. عمليه مثلا زي الجاستريك باي باس اللي احنا بنعملها من ضمن العمليات اللي بنعملها دي، كل الابحاث دلوقتي اثبتت ان هي بتعالج مرض السكر بنسبه 80%. اوكي.
خصوصا لو كان في اوائله، يعني مثلا المريض لسه ما تحولش للانسولين، المريض لسه بياخد ادويه بالفم عن طريق التحكم في السكر، بنقدر في الحاله دي ان احنا نكيور، نعمل كيور، كومبليت كيور لموضوع الدايابيتس ده تماما، لدرجه ان ساعات المريض بيخف من مرض السكر قبل ما بيسيب المستشفى. يعني احنا بنعمل العمليه وبعديها بساعتين بنلاقي ان نسبه السكر في الدم اتظبطت، ودي ملهاش علاقه بانه خس او ما خسش من العمليه، دي بيبقى ليها علاقه ان احنا بسبب العمليه بنقدر نساعد الهرمونات اللي الجسم بيفرزها علشان تخلي الانسولين المفرز بيشتغل بطريقه احسن وان الخلايا تستقبله بطريقه احسن. طب دكتور، حضرتك بتقول ان هو بيخف منه، معنى كده ان مثلا اللي بياخد الميتفورمين مش هياخده تاني ولا برضه لازم يستمر عليه؟ بالظبط، سؤال حلو. احنا ساعات بساعات مثلا المريض لما احنا يعني مثلا لو نفرض ان انا بعمل العمليه مثلا وبعد العمليه بنقيس السكر، لو لقيناه مظبوط بنقول للمريض يروح البيت وما ياخدش الدواء تاني، الا لو السكر عالي عن نسبه معينه فاستنج اللي هي الصايم. يس مظبوط. فالمريض يفضل يقيس الصايم ده، وساعات ان هو ما بيستعملوش خالص، خلاص بيبقى انتهى كده. اوكي. طيب دكتور، وممكن يجي يرجع له تاني ولا ما يرجعلوش، ولا لو اكل برضو اكتر هيرجع له تاني؟ انت بتدي له حضرتك انستراكشن ازاي ان هو يكمل يعني؟ ما هو دي بقى السؤال الحلو، ان احنا بعد كده طبعا احنا الابحاث بتقول ان في نسبه فالابحاث في الاول بتقول في 80% كيور، يعني ان هو بينتهي خالص بعد 80% من العمليات. اوكي. الانترستنج في الموضوع ان في الابحاث بتظهر برضو ان بعد 5 سنين من العمليه جزء من الناس اللي هي خفت من مرض السكر بيرجع لها تاني. والسؤال بيكون ليه الموضوع ده بيحصل؟ وفي نظريتين. النظريه الاولانيه ان البيشنت او العيان بدا انه يزيد في الوزن تاني بطريقه معينه، بدا يلخبط في الاكل او يزيد في الوزن او ان هو ما بيتبعش كل الارشادات اللي احنا اديناها له، فدي جزء منها. الجزء الثاني طبعا ان بيقولوا ان في بعض البنكرياس مع مرور الوقت بيرجع تاني، يبقى في ضعف شويه في الافرازات ويرجع الجسم تاني يتغلب على الموضوع ده ويرد تاني لموضوع السكر، ولكن دي نظرية أنا بصراحة مش مقتنع بيها قوي. أنا مقتنع بالنظرية الأولانية أكتر، اللي هي إن لو رد تاني على المريض يبقى ده معناه بنشوف دايما إن ده بيتبعه زيادة في الوزن معاه، فغالبا زيادة الوزن هي اللي بتخلي الموضوع ده يرجع تاني. أوكي. دكتور، هو يوجوالي يا دكتور لما مثلا حد يكون من الشباب لسه سنه صغير او كده، وبعدين يقول له انت عندك البري دايابيتيز ولا انت عندك دايابيتيز، بيتخضوا كده يا دكتور، اكنه يعني مرض وحش جدا جدا. وانا عارفه ان حضرتك طبعا متخصص في الجراحات، بس انا عايزه اعرف شويه، هو ممكن السكر ياثر على قد ازاي في الجسم، والوزن ازاي وانت ما عندكش سكر ممكن يجيب لك سكر؟ يعني ليه الناس بتتخض قوي؟ هو اولا هبدا بالاجابه على السؤال الثاني، ازاي الوزن بيسبب السكر اللي هو الدايابيتس تايب 2؟ الوزن بيسبب حاجه اسمها الانسولين ريزيستنس. فبيحصل ان الجسم البنكرياس بيفرز انسولين، ولكن الخلايا بسبب السمنه بتعمل زي نوع من انواع الريزيستنس للانسولين، فالانسولين مش بيشتغل. فالبنكرياس عمال يفرز الانسولين ولكن الخلايا مش بتستجيب. فبيفضل السكر في الدم عالي. طبعا احنا جسمنا يعني مترتب بان كل خليه بتفرز هرمونات بتخلي الخليه الثانيه تبطل افراز الهرمونات معينه، فاذا في حاجه اسمها الفيدباك ميكانيزم. فبسبب ان السكر بيفضل عالي والانسولين عمال يفرز، مفيش فيدباك ميكانيزم، يعني مفيش حاجه تقول للبنكرياس يبطل يفرز انسولين، فاذا بيشتغل على طول. لما يفضل يشتغل على طول بالمنظر ده، الخلايا بتاعت البنكرياس اللي هي البيتا سيلز اللي هي بتفرز الانسولين دي تبتدي تتحرق ورا بعضها واحده ورا واحده، فيبتدي كميه الانسولين نفسها المفرزه من البنكرياس ما تبقاش كتير برضو. فيبتدي العيان ساعات تلاحظ مريض بدا بالميتفورمين وبدا بشويه ادويه بالبق، وبعد كده يبتدي الدكتور بتاعه يقول له السكر بتاعك لسه مش متظبط، يلا نبتدي انسولين. معنى الكلام ده ان البنكرياس بتاع المريض بدا انه يفقد خلايا كتير قوي، لدرجه ان حتى الانسولين اللي هو بيفرز منه مش كافي للتحكم في نسبه السكر في الدم، ولذلك احنا محتاجين نديله انسولين من بره.
فالعمليه بنقدر نعالج المريض لحد هذه المرحله. لو المريض وصل لمرحله انه بياخد كميه انسولين كتيره قوي بسبب ان البنكرياس بتاعه جزء منه اتحرق او اتحول زي ما بنقول من تايب 2 بدا يبقى مور لايك تايب 1، هنا بقى علاج السكر بالعمليه بيبقى مش مضمون بنفس النسبه، فبتبقى نسبته تعتمد على قد ايه من البنكرياس فاضل. هل البنكرياس كله اتحرق، جزء منه فاضل، جزء شويه، ده كله ده بيعتمد على العمليه وعلى الوزن اللي المريض هينزله. اوكي يعني فدي الاجابه الاولانيه. اوكي السكر خطر لان السكر مرض لحد النهارده ما كانش له علاج، احد الامراض اللي ملهاش علاج. يعني انت لما في مريض يتقال له ان عندك سكر، ده مرض ملوش علاج، هيفضل يعيش بيه طول عمره غير لو عمل طبعا العمليات دي. طب بيسبب السكر امراض كتير، من ضمن الامراض دي مثلا امراض القلب، بيسبب ان الشرايين من الداخليه في جميع الجسم، كل الشرايين والاورده يبتدي من جوه الشرايين دي يترسب عليها ترسبات معينه وتبتدي تضيق وتبقى مش موصله دم لاجزاء كتيره من الجسم، فيبتدي يحصل امراض القلب او امراض الاطراف. تلاقي الاطراف مثلا يبتدي الشخص اللي عنده سكر يبتدي مثلا يجي له القرح اللي في الرجلين، مظبوط، او الديابيتك فوت ألسرز يبتدي يجي لها انفكشن. لو الشخص اللي عنده سكر والسكر ده هو مش قادر يتحكم فيه، جاله مثلا انفكشن او عدوى او بكتيريا، صعب جدا انها تخف لان السكر ده حاجه البكتيريا بتحبها. لما السكر بيبقى عالي في الجسم مثلا يبقى الانفكشنز تبقى خطيره جدا وممكن تسبب مضاعفات كتير جدا عن شخص عنده مناعه تانية. السكر بيوطي المناعه في الجسم فبيزود الريسك ان البيشنت يجي له انفكشنز. بيسبب امراض العينين زي الكاتراكت. بيسبب امراض كتير جدا في كل حته في الجسم. فاذا هو مرض خطير، مرض مزمن ومرض مضاعفاته كتير. وطبعا كل ما يجي في سن صغير كل ما بيعرض العيان او البيشنت لامراض كتير قوي لانه هيفضل معاه مده طويله جدا، فده مع مرور الوقت بيسبب كل الامراض دي. طب دكتور، يعني حضرتك بتقول هو تايب 1 اللي هو الخطير اللي هو بيبقى صعب ان هو يتعالج، تايب 2 اللي هو ممكن نلحقه بقى، يعني لما بنعمل عمليه للسمنه في التايب 2 ده اسمه يعني اكنه بريفنشن ان انت تتحول للتايب 1 ويبقى حالتك اخطر وتاخد انسولين. بالظبط بالظبط. اوكي طيب، طب دكتور ممكن تقول لي انواع العمليات ايه؟ هل هي عمليه واحده وبياخدها وخلاص، ولا هو بيبقى نسبه للحجم وللسن وكل الحاجات دي؟ سؤال حلو فعلا. هو بصي، العمليه الاساسيه في العالم كله، اللي العالم كله طبعا ما بين اوروبا اكتر كمان، على فكره اوروبا يعني هم متقدمين جدا في امراض علاج السكر عن امريكا. والاوروبيين بيعملوا دلوقتي ابحاث كتير جدا، خصوصا في ابحاث في المانيا دلوقتي وابحاث في الهند كمان في اسيا، في ابحاث كتيره في ايطاليا. بيكتشفوا ان احنا لما بنفصل الاكل من جزء معين من الامعاء هو ده اللي بيصلح السكر. وطبعا من غير الدخول في تفاصيل كتيره قوي علميه دقيقه، بكل بساطة إن إحنا في جزء من الأمعاء بنعمل له زي باي باس أو بنعديه وما نخليش الأكل يخش له. الجزء ده هو اللي بيفرز الهرمونات اللي هي بتبقى ضد الأنسولين. فوانس إن إحنا بنمنع إفراز الهرمونات دي بالباي باس، يبتدي الجسم يفرز الأنسولين والأنسولين يشتغل كويس والأنسولين ما يلاقيش ريزيستنس ويبتدي السكر يتصلح. أوكي. العمليات دي طبعا بنسميها ميتابوليك سيرجري، فدي بقى بتبقاش بقى يعني هي للسمنه بس هي مور ميتابوليك، يعني بتصلح الميتابوليزم، بتصلح الهرمونات في الجسم. انا نسيت اقول نقطه مهمه جدا، الجهاز الهضمي يعتبر غده. النهارده العلم الحديث هنا وكل الابحاث بتقول لنا دلوقتي ان الجهاز الهضمي بيعتبر غده، بيفرز هرمونات كتير جدا وكلها بتشتغل مع بعضيها وكلها بتساعد على انها تمينتين الميتابوليزم في الجسم وتمينتين كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي. فإذا احنا لما بنيجي نعمل عمليات للجهاز الهضمي ونغير تشكيلته او تركيبته بطريقه او باخرى، احنا بنقدر نصلح حاجات ليها علاقه بالميتابوليزم او نغيرها حسب ما احنا شايفين ان ده في مصلحه المريض. فالعمليه الاساسيه الرئيسيه المشهوره هي الجاستريك باي باس، طبعا دي بتصلح السكر على طول. كان في بحث مكتوب في نيويورك تايمز ان هي طبعا هم بداوا يقولوا طبعا الكلام اللي احنا بنقوله لهم من زمان
مجلات علمية، بدأت النيويورك تايمز اللي هي مجلة عادية كتبوا برضو بحث في الصفحة الأولى إن الجاستريك باي باس بيصلح السكر بنسبة 80%. طب ما احنا عارفين الكلام ده طبعا من زمان. أيوه. ودي العملية الأساسية. طيب في عملية تانية طبعا. طيب سؤال مهم. معلش بعد إذنك أنا عايزة أرجع بس العملية دي تاني، بس ناخد مكالمة من فيرونيا وبعدين أسألك حضرتك سؤال. فيرونيا اتفضلي. ألو مساء الخير. مساء النور اتفضلي. مساء النور. بجد بحب الدكتور جدا ومتابعاه بقالي فترة. اوكي شكرا يا فيرونيا. وبحب البرنامج جدا. شكرا كتير. حابة إني أكون معاكم النهاردة. ميرسي يا حلوة اتفضلي. وأنا بس كنت عندي سؤال للدكتور إن أنا يعني وزن أنا عندي 18 سنة. اوكي. ووزني 230 وحاجة. بطولك؟ وانا تخينه جدا مليانه من تحت قوي. اوكي. وكان نفسي يعني اجي للدكتور وكده، بس عرفت ان هو بطل ياخد يونايتد هيلث كير. يونايتد هيلث كير، هو احنا كان عندنا سؤال مشابه اكشلي المره اللي فاتت من واحده من مشاهده اسمها مريم، واعتقد الدكتور حل الموضوع بس انا مش عارفه. اتفضلي دكتور. اتفضلي. لا مفيش مشاكل. ايوه هو احنا بصراحه يعني مش يعني صدقيني مش مساله بطلنا، هي مساله ان احنا يعني كان بس كان العاده المرضى اللي موجود كتير، فكنا بس عاملين هولد مش بطلنا خالص، لكن ما عندناش مشاكل طبعا ان احنا نشوف حضرتك. احنا اوريدي كلمنا مريم الحلقه الاولانيه واوريدي شفناها في الاوفيس، وربنا يسهل ان شاء الله وهنعمل لها العمليه. ده بجد بجد مبسوطه جدا بحضرتك. طيب شكرا يا فيرونيا. لو سمحتي سيبي رقمك في الكنترول يا ماما. حاضر ميرسي. شكرا. دكتور مريم بعتت لي رساله حلوه جدا على الفيسبوك وبتشكرني جدا يا دكتور، يعني وفرحانه بحضرتك جدا، وانا بشكرك جدا على اهتمامك بيها يا دكتور. ثانك يو سو ماتش. اشكرك. طيب دكتور خلينا معلش قبل ما اكمل الحلقه، هو حضرتك هل الانشورنس مثلا حضرتك ممكن اعرف بتاخد انشورنس ايه في المكتب بتاع عند حضرتك في العياده؟ احنا بناخد كل الانشورنس صدقيني، احنا كل الانشورنس بناخده، معظم الانشورنس بناخدها. الحاجه الوحيده اللي هي احنا عندنا طبعا اللي هي الانشورنس بتاع الميديكيد، اللي هو ساعات احنا مش كلهم بناخدهم، مش بسبب حاجه، ان بسبب ان احنا بس ما يعني هم ما فيش بيننا وبينهم اي عقد او اتفاق، ولذلك دول هم بس الانشورنس الوحيد اللي ما بناخدوش. لكن احنا بنحاول، انا بحاول على قد ما اقدر طبعا ان اي حد بيكلمني او بيوصلي عن طريق حد انا بحاول طبعا ان انا اجيبه في الاوفيس وان احنا نعمل له المطلوب، يعني ما فيش مشاكل. ميرسي يا دكتور. طب هل يا دكتور حضرتك في الاوفيس عندك يعني عيادات الاسنان مثلا، عارفه ان في فرق كبير في الوصف، بس هم بيقولوا ان في ممكن ساعات انشورنس هم من عندهم، هل حضرتك بتعمل حاجه زي كده لحد ما عندوش انشورنس خالص؟ لا احنا ما عندناش دي، بس عندنا في حاجه في نيوجيرسي اسمها تشاريتي كير، ف بيجي المريض ساعات ممكن يقدم على حاجه اسمها تشاريتي كير عن طريق الاوفيس بتاعنا، طبعا ممكن نديله ورقه ويروح لعياده التشاريتي كير اللي هي في المستشفى، ولو المستشفى وافقت تديله تشاريتي كير ده في الحاله دي احنا بنقبل طبعا وبنعمله العمليه. بس طبعا بحب طبعا عشان برضو احنا على التلفزيون وعشان ابقى واضح، بحب افضل تكون التشاريتي كير الحالات اللي فعلا مطلوبه، بمعنى يعني مثلا واحد فعلا تعبان عنده امراض كتير، عنده سكر فعلا متاخر، امراض في القلب، امراض كده، يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر فعلا ان احنا نعملها للناس اللي فعلا يعني فعلا محتاجه حاجه زي دي. اوكي يعني انا عارف ان كل الناس محتاجه، انا عارف ان كل الناس محتاجه طبعا، بس انا قصدي ان في، لان التشاريتي كير هنا في المستشفى طبعا له حدود وله كميه معينه ومش بيوافقوا على كل الناس، ولهم عدد معين يعني مثلا 10 15 مريض في السنه حاجه في الحدود دي يعني. اوكي. طيب يعني دكتور ممكن نقول ان عمليه التخسيس دي مش عمليه تجميل بس، دي عشان خاطر تحافظ على صحتك من امراض كتير تانية. دي بالظبط بصراحه اجمل حاجه يعني حضرتك قلتيها يعني النهارده، ودي الرساله اللي عايزين نوصلها للناس كتير قوي. الرساله الاولانيه اللي عايزين نوصلها ان هو دي مش عمليه تجميل يا جماعه خالص. واي طبعا هو طبعا كل انسان محتاج ان هو يحس انه يعني نازل في الوزن وان هو مبسوط من نفسه، وده شيء مطلوب وما فيهوش مشكله الشيء ده. انما انا عايز اقول ان دي حاجه يعني مهمه جدا للصحه، بكيور امراض كتير جدا 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 في منتهى الخطوره.
يعني وي كان كيور امراض السكر والقلب والضغط وامراض اللي هي النوم اللي هو السليب ابنيا والكوليسترول وحاجات كتير جدا جدا بتتصلح. انا بشوف يعني نتائج بصراحه مبهره. طب أشكرك يا دكتور على التوضيح. وخلينا ناخد مكالمة من مريم. أي مريم اتفضلي. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيكي. ازيك يا ميرو؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. أنا مبسوطة طبعا النهاردة إن أنا بكلم دكتور روجي على الهوا، وبشكره جدا جدا. أنا مريم اللي كان لسه بيتكلم عنها دلوقتي. أيوة يا مريم، أهلا يا مريم، ربنا يخليك. ازي حضرتك يا دكتور، أخبارك ايه؟ الحمد لله كويس، شكرا كتير. أنا اللي بشكر حضرتك، ميرسي خالص على حسن المعاملة والكرم والأخلاق كل حاجة جميلة. قابلني بطريقة حلوة جدا، فعلا حددني ميعاد العملية وكل حاجة ماشية تمام، بشكر ربنا بجد. شكرا. وبشكره جدا جدا جدا، دي حاجة. تاني حاجة، ربنا يخليك من ذوقك. تعيش يا دكتور، ربنا. دلوقتي ميرا كانت بتقول إن عملية إن أنا عايزة أخس أو دي مش مجرد عملية تجميل. لا، هي فعلا مش مجرد عملية تجميل. لما اكون انا مثلا مريضه، يعني في زي حالتي عامله 3 عمليات قلب مفتوح، معاها عندها تريكنج كاردوفاسكولار، فيها قسطره، فيها حاجات كتير كده، وما بتقدرش حتى تمشي وان بلوك، ما بتقدرش تمشي دقيقه حتى في الكلام. هي بتتكلم بتنهج بتتنفس، مش قادره تاخد نفسها. فاكيد هي مش بتعمل العمليه دي عشان تتجمل او عشان تبقى مثلا جسمها تخين وعايزه تخس. لا، في ناس بتبقى عاملاها فعلا محتاجه تخس، نو واي ان هي تبقى عشان تجميل. الف سلام عليك يا مريم، ميرسي حبيبتي. ميرسي يا ميرو، شكرا، تقولي بالسلامة. شكرا، ربنا يخليك. تعيش، ربنا يخليك يا ميرو. ميرسي، ميرسي ليك يا دكتور، ربنا يخليك، ما يحرمناش منك يعني. طيب دكتور، طب احنا قلنا دكتور، حضرتك قلت لي اول واحده اللي هي باي باس، صح؟ دي اول عمليه. ايوه بالظبط. طب ممكن تشرحها لنا بالعربي يا دكتور، اللي هي عشان احنا عارفين في اللي هي بالونه. هي بيطلق عليها في مصر ساعات التدبيس او تغيير المسار. اوكي. وهي بصراحه هي عباره عن فعلا، هي زي ما بيقولوا بالظبط، هي تغيير مسار فعلا. هو احنا بنحول المعده الى جزء صغير، وبنيجي في جزء من الامعاء. طبعا احنا عارفينه علميا، المكان اللي احنا زي ما بنفصله، وبنمنع وصول الاكل للاثنى عشر اللي هو الدودينم. وهي دي النقطة، يعني هو ده كل السر في نجاح العملية دي من موضوع السكر، ان احنا بنمنع وصول الاكل للاثنى عشر. الاكل بيخش على طول من المعدة على جزء من الامعاء في الوسط. طيب سؤال مهم، طب والاثنى عشر ده بيعمل ايه؟ الاثنى عشر ده بنوصل له برضه لسه الدم زي ما هو، احنا ما بنشيلوش من مكانه، احنا بنسيبه زي ما هو، احنا بس بنفصله زي ما بندبسه، بنقفله وبنخيطه. فاذا هو بيفرز لسه كل الانزيمات والهرمونات اللي بيفرزها، ولكن بسبب ان هو الاكل ما بيخشش عليه، الهرمونات معينه اللي هي بتساعد على اللي هي بتسبب امراض السكر او كده، الهرمونات دي ما بتفرزش، وفي الحاله دي عشان كده المريض بيبقى السكر بتاعه بيتصلح. ف بدل ما الاكل بيعدي من المعده على الاثنى عشر وبعدين ينزل للامعاء، احنا بنخلي الاكل ينزل من المعده للامعاء على طول، ويعدي مرحله الاثنى عشر دي، بيبقى بيعمل لها باي باس، يعني بابسط طريقه للشرح. اوكي. طيب دكتور، قبل ما نخش على العمليه الثانيه، في عماد من نيوجيرسي بيقول انا مامتي عندها 67 years old، عندها diabetes type 2، وهي مليانه قوي وساعات ما بتقدرش تمشي، وكان عندها مشكله في القلب، بس هو ما قالش ايه المشكله. فهو عايز يعرف هل سن مامته 67 ده خطوره عليها في العمليه، وممكن يتعمل لها اي عمليه في علشان تخف من diabetes وفي نفس الوقت تقدر تمشي وتتحرك طبيعي. طبعا هو 67 مش كبير، احنا بنعمل لحد سن 73. اكشلي لسه عاملين 76 من اسبوعين. فحسب طبعا حركه، حسب طبعا الميديكال كونديشن، وحسب الابيليتي ان الشخص يعني طبعا يأندرستاند.
ان في تغييرات كتير طبعا بعد ما بنعمل العمليات دي، تغييرات في الطعام وتغييرات في طريقه الاكل وتغييرات في حاجات كتير، فلازم الشخص يكون عنده القدره طبعا ان هو يستوعب الكلام ده ويمشي على التغييرات دي كلها وما تبقاش فيها مشكله. فدي نمره واحد. نمره اتنين، نوع العمليه طبعا زي ما قلنا الجاستريك باي باس هي نمره واحد، خصوصا لو في سكر متاخر معاه امراض اخرى. لو الشخص من النوع اللي بياكل كميات كبيره من الطعام، ساعات الجاستريك سليف بيساعد في انه يسيطر على السكر، ولكن مش بنفس القوه، مش بنفس السرعه، ومش بنفس النتائج. اوكي، ده طبعا بيعتمد على طريقه اكل الشخص، وبيعتمد على طبعا سنه وعدم احتماله وكل الكلام ده. طيب مش بنفس النتائج ايه يا دكتور؟ هل في حاجه ثانيه حضرتك تقول لنا عليها؟ هو طبعا زي ما قلنا الجاستريك سليف اللي هي العمليه الثانيه اللي هي بنشيل الجزء من المعده اللي هو بيفرز هرمون ده. احنا في الاول لما بدات العمليه دي نعملها كنا متخيلين انها عمليه بس لان احنا بنصغر حجم المعده وبنقلل كميه الطعام بس في الاول، بس بعد ما بدانا نعمل ابحاث اكتر شويه اكتشفنا حاجات مهمه جدا، منها ان في هرمون بيفرز من المعده اسمه جريلين هرمون. الجريلين هرمون ده هرمون اللي هو الجوع، اللي هو بيخلي الشخص ياكل او ما ياكلش او يحس ان هو شبعان او لا. فاكتشفنا ان الهرمون ده له علاقه بالانسولين، وان الهرمون ده لما بيفرز بيسبب ان الانسولين ساعات يعلى او يوطى في الدم. وده طبعا له علاقه برضه بالسكر، وله علاقه بهرمونات اخرى في الجهاز الهضمي. فبدانا نلاحظ ان ساعات وفي نوعيات من السكر لما بنيجي نعمل الجاستريك سليف عليها لاحظنا ان المريض السكر بتاعه بيتصلح بسرعه شويه زياده. بس طبعا انا بقى مع مرور الوقت بدانا نبص للارقام وعرفنا ان هو الجاستريك سليف برضه بتصلح السكر بس في امراض معينه، في نوعيات معينه من السكر. السكر اللي هو لسه بادي قريب ما بقولوش فتره، معظمهم في الرجاله اكتر من الستات لسبب غير معروف لحد دلوقتي. لو طبعا بياخد انسولين هيبقى فيه طبعا صعوبه شويه من طبعا الجاستريك باي باس. ولكن اكتشفنا ان لما بنيجي نعمل عمليه الجاستريك سليف في الرجاله السكر بيتصلح بطريقه بسرعه جدا، ولحد دلوقتي مش قادرين نوصل للسبب بالظبط. اوكي. طيب دكتور، في سؤال جالنا دلوقتي بتقول انا وزني 220 تولي 57 عندي 60 years old وعندي سكر تايب 2، الدكتور زود لي الدوز الشهر اللي فات، انا حاسه اني مش وزني كتير قوي بس انا خايفه ان انا اخد انسولين، هل العمليه ممكن ما يكونش وزني كتير قوي وبرده اعمل عمليه واخف؟ سؤال ممتاز صراحه. لو احنا بصينا للابحاث في اوروبا دلوقتي، النهارده في المانيا اللي انا اتكلمت عليها في الاول بيعملوا ابحاث دلوقتي انهم بيعملوا العمليات دي لناس وزنها عادي طبيعي جدا ولكن عندها سكر. يعني ممكن واحد يكون وزنه البادي ماس اندكس بتاعه 29 مثلا او 30، which is يعني majority of people يعني 29 30 مثلا، ولكن عنده سكر. فعشان يعالجوا السكر بيعملوا له احد هذه العمليات، وده منتشر جدا دلوقتي في اوروبا، وبيحاولوا حتى في الهند انهم يعملوا عمليات اخرى محدده علشان ينزلوا السكر. ف مش لازم يكون الوزن كبير والسكر سبب كافي ان احنا نعمل هذه العمليه عشان نعالجه. اوكي. طب دكتور، انا عارفه ان السكر يا دكتور بيأثر على العين، ممكن يضعف النظر، ممكن لو انا قلت حاجه غلط قول لي غلط، ممكن يجيب سيوله في الدم مظبوط، وممكن يتحول اتفضل. ايوه، وممكن يتحول من تايب 2 تايب 1 ان انت تقدر ان انت تاخد انسولين طول الوقت. هل ده برضو حاجه كافيه ان انا اعمل العمليه عشان خاطر احمي عيني واحمي مثلا القرح اللي بتيجي في الرجلين واقدر اعيش طبيعي؟ هل ده حاجه كفايه ان انا اعمل بيها العمليه؟ طب I mean هو السكر في حد ذاته مجرد تشخيص مرض السكر، مجرد ان انا يعني اروح للدكتور بتاعي والدكتور بتاعي يقول لي انت عندك سكر، النهارده ده اصبح مرض مزمن هيفضل معايا طول العمر. مظبوط. ولازم يعني اوصل لان انا اعالجه. طبعا السكر في اوله، لنفرض مثلا شخص وزنه زياده شويه
وراح للدكتور، والدكتور بتاعه قال له انت عندك سكر النهارده وانا هحطك على ميتفورمين او احطك على جنوفيا او اي واحد من دول، هو يقدر ان هو يصلحه بانه يخس في الوزن طبعا، يعني لانه لسه في الاول. مع مرور الوقت، مع مرور الوقت لو فضل على الادويه دي وفضل ان وزنه زياده، يبتدي السكر ده يبقى زياده بحيث ان مجرد بس انه ينزل في الوزن مش هيكون كافي قوي انه يصلحه. ومع مرور الوقت زي ما اتكلمنا بيتحول لتايب 1، فاذا السكر في حد ذاته مرض لازم نعالجه على قد ما نقدر. والتخلص منه ده شيء مهم جدا. صحيح. فالتخلص من مرض السكر قبل حتى المضاعفات ما تيجي، ده من احد اهم الاسباب ان الشخص يدور على سبب السكر، ولو في علاج له لازم يدور على العلاج ده ويحاول بقدر الامكان انه يوصل له. طب دكتور حضرتك بتنصح بالرياضة بعد العملية ولا بيبقى في لايف ستايل معينة بعد العملية لازم يتبعها المريض؟ الرياضة مهمة جدا، بس الأبحاث الجديدة طبعا والريسيرش طبعا بيقول، أنا طبعا مش عايز أرجو إن كلامي ما يتفهمش إن أنا بقول لا للرياضة، لكن الريسيرش الجديد بيقول إن لو عندك تشويس بتوين دايت أند إكسرسايز تشوز دايت. يعني الاختيار ما بين الرياضة وإنك تمشي على دايت معين، اختار الدايت أهم علشان تنزل في الوزن من الرياضة. طب سؤال، طب أمال إيه الرياضة سبب أهميتها إيه؟ الرياضة ليها أهميات كتيرة، الأهم شيء الأولاني إن هو بيحرق طبعا زيادة من السعرات الحرارية، فتقدر تديك شوية من المرونة في طريقة أكلك وفي الدايت وكده. الحاجة التانية إنها بتعمل تونينج، بتحافظ على الوزن اللي نزلناه، فاذا الرياضه بتساعد على المحافظه على الوزن. يعني مثلا ممكن نعمل عمليه للشخص وينزل مثلا 100 باوندز او 100 باوند ويبقى في وزن مناسب، طب ما طبعا الرياضه هتساعده انه يحافظ على الوزن ده، هتساعد ان جسمه ياخد شكل معين، هتساعد برده طبعا القلب ان هو يبقى في شكل معين وضغط الدم وضربات القلب وكل الحاجات الكويسه دي. فطبعا احنا بننصح الرياضه لدرجه ان انا بطلب من المرضى بتوعي النهارده، احنا عندنا طبعا البرنامج بتاعنا از فيري اجريسيف، يعني احنا البرنامج بتاعنا ميزته دلوقتي ان احنا بقيت فيري اجريسيف، ان العيان ممكن اعمله العمليه يوم الاربعاء واقول له خش على التريدميل يوم الجمعه لو تقدر، فبيبتدي اوريدي على التريدميل بعد العمليه بيومين، وبعد اسبوع بيبتدي يجري شويه، وبعد شهر من العمليه بقول له خش الجيم وابتدي العب في الويتس واعمل كل الحاجات دي علشان اساعد طبعا في الوزن وفي نفس الوقت احافظ على الوزن اللي احنا بننزله، فالرياضه مهمه جدا 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 طبعا. اوكي، طب دكتور حضرتك دلوقتي اتكلمت على نوعين من العمليات للسكر، مظبوط؟ في اي حاجه تانية حضرتك لما بيجي لك كمريض السكر، لو مريض السكر مش محتاج عمليه دكتور، هل بتنصحه بايه او ممكن يعمل ايه؟ هو طبعا في حاجات مش عمليات جراحيه، احنا بنعمل حاجه طبعا جديده دلوقتي كمان اسمها الجاستريك بالون، ان احنا بنخش بالمنظار من الفم وبننفخ بالونه جوه المعده، ودي طبعا ودي بتساعد على السكر، حاجه جديده خالص. ودي بنملاها بمحلول ملح وبنملاها حسب ما احنا حسب ما انا بشوف المعده تاخد قد ايه، ودي بتساعد على نزول الوزن برضو بسرعه، يعني ده بس هي بتفضل في الجسم 6 شهور بس، وبعد 6 شهور بتتشال. فلنفرض مثلا شخص زاد في الوزن 30 كيلو والدكتور بتاعه مثلا قال له انت بقى عندك سكر دلوقتي ولازم تنزل في وزنك، ممكن يعمل حاجه زي دي، ان انا ممكن احط له دي لمده 6 شهور ينزل في الوزن يتصلح السكر بتاعه، وبعد كده نشيلها وبعد كده يقدر يحافظ على الوزن بتاعه من غير مشاكل. طيب ده موضوع ممتاز جدا دكتور. طب ممكن ناخد مكالمه ونرجع تاني لموضوع البالون ده؟ ممكن ناخد مريان، اتفضلي يا مريان. ايوه مساء الخير. مساء النور. كنت عايزه اسال الدكتور على حاجه ممكن؟ اتفضلي معاكي. اتفضلي. اوكي. دكتور انا جسمي من فوق حلو جدا وكلي كويسه، بس مشكلتي ان انا عندي جناب زياده شويه. اوكي. وقصيره. هل دي ليها حل؟ انت وزنك قد ايه؟ اتفضلي. حوالي 200 باوند 205 كده. اوكي اتفضلي يا دكتور. بصي يا حضرتك، لو هو الموضوع زياده في الوزن عامه، فاذا طبعا انك انت تنزلي في الوزن باي حاجه بطريقه بالعمليه او باخرى هو ده السبب الوحيد، انما لو في جزء معين من جسم
من الجسم هو اللي فيه مشكله وبقيه الجسم عادي. هو انا مشكلتي الجم يس يا هو لو طبعا طبعا اجان حسب الوزن، لو الوزن زياده طبعا احد العمليات دي بتساعد طبعا في نزول الوزن وبتصلح كتير من الموضوع ده طبعا. طبعا يا هي وزنها 205 وقصيره بتقول يا دكتور. انت تتكلمي منين يا معيان؟ من امريكا. من امريكا. طب لو انت طولك قد ايه يا مريان؟ طيب طولي 166 سم. 169 يعني ممكن 5 4 كده. يعني 5 5 3 يعني okay. مليانه يعني. طب هو دكتور موجود في نيوجيرسي يا مريان؟ لو انت في نيوجيرسي حبيبتي ممكن تاخدي معايا. انت حضرتك سمعتي الوزن كام معلش؟ انا 205؟ لا 105. وزنك 105؟ ايه كيلو؟ 105 باوند. باوند يا حبيبتي؟ ايوه باوند. مريان مريان سامعيني؟ ايوه حضرتك. 105 كيلو محدثك. ولا باوند يا مريان؟ لا باوند. باوند. طب انت رفنوها خالص، بس هي عندها مشكله بس في الارداف يعني. دي بتبقى لايبوساكشن يا مريان، دي مش دي ممكن تتعمل بحاجه اسمها لايبوساكشن اللي هي شفط الدهون. غير ما ينفعلهاش احد هذه يعني العمليات دي مش معموله عشان كده. خلاص اوكي ماشي. شكرا يا مريم. شكرا لحضرتك. شكرا. دكتور حضرتك مش بتعمل موضوع الشفت ده؟ لا اللايبوساكشن دي عمليات تجميل. اللايبوساكشن او الابدومينوبلاستي اللي هي عمليات المعده وكده دي بتخش تحت عمليات التجميل. اوكي. طيب اشكرك دكتور. دلوقتي دكتور حضرتك لما قلت على البالونه اللي بتتحط وبعد قلت ممكن تساعد الواحد انه يخس 100 باوند يخس 100 لا باوند. هو مش فضل. للدرجه 100 باوند يعني بكتير ما بين 40 ل 50 بكتير. طيب هل العيان لما بيخش لحضرتك معلش هو سؤال فاني شويه لما بيخش لحضرتك مليان جدا هل هو طالع من العياده بيكون خس اوريدي ولا ده بعد اسبوع لما يطلع من العياده او اسبوعين؟ وحسب نوع العمليه يعني مثلا لو عمل جاستريك باي باس يبتدي يخس بسرعه في فتره قصيره، لو عمل جاستريك سليف بيخس بسرعه بس في فتره اطول شويه. طبعا بقى كل ما العمليه بتبقى less invasive كل ما العمليه بتبقى اقل او البروسيجر اللي بنعمله less invasive كل طبعا ما الوزن بياخد فتره اطول على ما بينزل. لكن معظم المرضى بينزلوا بنسبه كويسه جدا ما بين 40 ل 50% من الوزن الزياده في ظرف 6 شهور. في ظرف 6 شهور. طيب وطبعا صحتهم بتبقى احسن تاني. طب دكتور هو انا يعني مع اني عملت مع حضرتك حلقه قبل كده بس كنت متخيله ان هي حاجات تجميليه، فبس بدل ما احنا عرفنا انها حاجات علاجيه بتعالج حاجات خطيره، ممكن تعالج السكر، ممكن تعالج ايه تاني دكتور حضرتك؟ تدينا عناوين بعد اذنك. حاجه اسمها السليب ابنيا. اللي هو المريض اللي بينام وهو نايم بيبقى ساعات بيجي لهم زي اللي هو النفس بيقف وبيروح لمده دقيقه مثلا وبعدين يرجع تاني. اوكي. بنسميها اوبستراكتيف سليب ابنيا. اوكي. وده مرض في منتهى الخطوره وما بيتقالش عليه كتير والناس ما بتتكلمش عليه كتير، وده مرض بيجي كتير قوي في السمنه الزياده. واللي بيحصل ان الجزء من الرقبه ده بيبتدي يتخن شويه ويبتدي يقفل القصبه الهوائيه، فيجي المريض وهو نايم اللسان بيرجع لورا والقصبه الهوائيه بتقفل فيبقى مفيش نفس خالص فيشهق ويقوم من النوم. الخطير في الموضوع ان المريض ما بيبقاش حاسس ان ده حصل. دايما الموضوع ده بيتشخص بالشخص اللي نايم جنب المريض، يعني الزوج او الزوجه دايما يجي تساله السؤال ده يقول تقول مثلا نسال العيان دايما اقول له او الزوج او الزوجه اقول لهم مثلا does your spouse snore او هل فيش خير في النوم؟ فيرد يقول بصوت عالي جدا وساعات نفسه بيروح، تلاقي الزوج او الزوجه يقول كده وساعات النفس بيروح. فدي على طول بتبقى معروف انها sleep apnea. الخطوره في الموضوع ده ان مع مرور الوقت ممكن تسبب فشل في الجزء الايمن من القلب. ومع مرور الوقت ممكن تسبب حاجه بنسميها sudden death اللي ممكن الشخص وهو نايم يعني لا قدر الله انه يموت. ففي منتهى الخطورة دي لما بنعمل العملية نسبة ان احنا المريض يخف من موضوع زي ده نسبته
78%. بمعنى يعني في مرضى جولي ما بعتهم دكتور الرئه يقول مثلا لو سمحت لو ما عملش العمليه دي، لان هو بيحط الماشين بالليل اللي هي اسمها السي باب ماشين، اللي بتخلي القصبه الهوائيه مفتوحه بتضخ الهواء بضغط عالي جدا عشان تفضل الهواء مفتوح ويفضل ان المريض بيتنفس. فيقول له مثلا بيبعتوا الناس دي يقول لك لو ما عملوش العمليه وما خسش مش هيكمل مده طويله، وبنعمل لهم العمليه وبيخفوا تماما وبيرجعوا الماشين دي ما بيستعملهاش تاني ابدا. طيب ممتاز. طيب دكتور احنا جالنا سؤالين من سوزان بتقول انا عندي ازمه في الصدر وباخد وخاخة ونفسي ساعات بتنفس بصعوبة ووزني تقيل، هل عملية زي دي ممكن تخفف صدري من الأزمة وماخدش وخاخة تاني؟ شكرا يا سوزان. اتفضل يا دكتور. سؤال كويس. في جزء كبير قوي من الأزمة بنسميه obesity induced asthma أو أزمة بسبب السمنة، خصوصا لو الأزمة دي بدأت تظهر بعد ما الوزن زاد. يعني لو لاحظنا أن الأزمة زادت وبدأت تظهر أو بدأ يبقى الأتاكس مور فريكوينت بعد ما الوزن زاد، بيبقى في سبب كتير من دي بيبقى بسبب الأوبيسيتي أو الوزن الزيادة. وناس كتير قوي بيتصلح الموضوع ده جدا جدا بعد نزول الوزن بطريقة رهيبة أو ساعات بيخف تماما. أوكي دكتور، يعني الإجابة ممكن يا دكتور؟ أيوه طبعا الإجابة أيوة طبعًا. ممكن. طيب سوزان ممكن تاخدي رقم الدكتور من الكنترول وهو يقدر يساعدك. طيب احنا جالنا سؤال تاني من استاذ سليم بيقول انا عندي 40 سنه كان عندي بري دايابيتس وبعد كده الدكتور حطني على ميتفورمين، انا زدت 20 باوند اخر 3 شهور وانا بسنور جامد جدا جدا، بس انا مش عارف عندي سليب ابنيا ولا لا، بس لما سمع تقريبا الحلقه فهو عايز يسال حضرتك يعرف ازاي والبري دايابيتس تحول لميتفورمين، ممكن حضرتك تقول له ايه؟ وزاد 20 باوند في 6 شهور، لا في اقل من 6 شهور تقريبا. هقول للاستاذ سليم ان زياده ال 20 باوند في اقل من 6 شهور دي زياده عاليه جدا نمره واحد، وزياده سريعه جدا. والزياده السريعه ليها خطوره اكتر من الزياده البطيئه، بتسبب مضاعفات اسرع. دي نمره واحد. نمره اتنين، حكايه البري دايابيتس دي يعني ده رايي الشخصي طبعا، واتمنى ان ما فيش حد كتير من الدكاتره يزعل من رايي، بس انا لا اؤمن بحاجه اسمها بري دايابيتس. يعني انا في رايي اذا انت يا اما دايابيتك يا اما مش دايابيتك. يعني بري دايابيتس معناها ايه؟ اصل يعني هو يا انت عندك سكر ما عندكش سكر، مع كل احترامي طبعا. لكن طبعا اعتقد ان جزء كبير مننا يعني كدكاتره يعني ما بنقدرش نقول للمريض انت عندك سكر لصعوبه التشخيص ده، فبيقولوا انت عندك بري دايابيتس، يعني خلي بالك السكر بتاعك عالي شويه، خد شويه ميتفورمين عشان تصلحه، وايه وعشان يبقى حاجه بسيطه مش بنفس قوه تشخيص انت عندك سكر. لكن مجرد انك انت الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعك، وده واحد من التحاليل، عالي، الفاستنج اللي هو السكر الصايم عالي، وبتاخد دواء، ده باي ديفينيشن ده دايابيتس. دي نمرة حاجة. فدي دول جزئين. فانت لو ميل، ودي حاجة عايز اقولها لكل المشاهدين اللي هم الميلز اللي هم الرجالة، يعني اوكي، لو انت ميل اباف ذا ايج اوف 40 عندك دايابيتس، عندك obstructive sleep apnea او hypertension، انت كده يبقى عندك خمس حاجات، وعندك طبعا سمنه. ايوه، يبقى عندك كده خمس او ست حاجات من الاشياء اللي بتسبب الازمه القلبيه. اوكي، فده يبقى وضع في منتهى الخطوره، ونسبه وخطوره ان يجي لك ازمه قلبيه الخطوره دي عاليه جدا جدا، فلازم لازم 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 تنزل في الوزن باي شكل. وطبعا مش هقول طبعا العمليات دي هي انجح حاجه في الموضوع ده، احنا ممكن نشوف الابحاث ونتاكد من الكلام ده بنفسنا، مش لازم من كلام انا، يعني الابحاث واضحه جدا. فاقول للاستاذ اللي هو بيقول على كل الكلام ده لازم ينزل في الوزن، موضوع الشخير بالليل ده مع زياده في الوزن ده يمكن بنسبه 80% عنده سليب ابنيا. طبعا اوكي دكتور، عشان تعرف عندك سليب ابنيا ولا لا، لان في ناس كتير جدا بتسنور يا دكتور، لازم يروحوا يعملوا التست اللي هو بيناموا ده فيه حاجه كده. بالظبط، اللي هو وخصوصا لو في وزن، يعني انت لو شخص بيسنور عالي وفي وزن، ولو خصوصا لو حد بيسال مثلا زوجته او يسال يعني
اولاده او حد يقول له، يعني لو حد لاحظ ان نفسه بيروح بالليل، دي بتبقى طبعا تقريبا دي الدايجنوسيس، يعني ان هو مثلا نفسه بيروح وبيقوم بالليل مثلا يشهق او حاجه، دي على طول دايجنوسيس معروف يعني. دايجنوز معروفة. اوكي طيب دكتور معلش، في واحدة اسمها مارسيل بعتت لي سؤال. مارسيل سامحيني، انا حاسة ان السؤال ملوش دعوة علاقة بالبرنامج، بس انا هقوله يا دكتور بعد اذنك. هي مارسيل بتقول تفضل. انا ابتديت اخد حبوب وانا حامل من 7 شهور، وفي ال7 شهور دول زدت 25 باوند، فانا مش عارفة، مش عارفة سؤالك ايه يا مارسيل. طب دكتور ممكن تقولها ده شيء طبيعي ولا لا؟ هو انا طبعا دي معروف، ما احنا بنسمع الموضوع ده على طول، ان اي هرمونات بتزود الوزن، وحبوب منع الحمل بتسبب زياده في الوزن. بس هي بس 25 باوند يعني انا حاسس انهم كتير شويه. ف يعني حاولي مثلا ممكن برضو ادور على اسباب اخرى لزياده الوزن، زي ما قلنا الثايرويد مهمه جدا، ان ان البيشنت يتشك، ان انا اروح للدكتور واعمل تشيكينج للثايرويد، خصوصا في الستات. مرض الثايرويد منتشر قوي في الستات كمان. اوكي طيب طب انا بشكرك يا دكتور على الحته دي. طب دكتور احنا اتكلمنا على سليب ابنيا واتكلمنا على دايابيتس، هل امراض القلب ممكن يا دكتور تتعالج بالعمليات التخسيس دي؟ طبعا مثلا مرض زي الضغط، يعني هو الضغط بياخد وقت اطول شويه، لان الضغط يعني بيبقى صعب ان هو يتعالج، ولكن امراض الضغط بتتعالج طبعا. يعني ممكن مرض الضغط بينزل مثلا بياخد وقت اطول شويه قبل ما يخف، ولكن بيخف بنسبه 75%. معنى يخف ان المريض يبطل ياخد الدواء خالص نهائيا، يعني مثلا المريض بيبقى على دواء او اتنين للضغط بيبطل ياخدهم نهائيا، خصوصا لو الضغط له علاقه بالوزن، يعني لو الضغط سبب من اسباب الوزن طبعا. دي نمره واحد. في امراض تانية للقلب عندنا، عندنا حاجه اسمها الهاي ريسك بروجرام، انا يمكن اتكلمت عليه في الحلقه اللي فاتت. الهاي ريسك بروجرام اللي انا عامله يعني بيتخصص في الناس اللي امراض القلب بتاعتهم صعبه جدا، بحيث ان حتى دكاتره القلب مش لاقيين حد، يعني ساعات بيقول له مثلا انت لازم تخس، لازم تعمل عمليه، بس ساعات بعض الجراحين بيبقى قلقان انه يعمل عمليه على واحد مرض القلب بتاعه صعب جدا للدرجات دي. احنا عندنا برنامج متخصص للناس اللي عندها امراض قلب جامده جدا ومحتاجين انهم يخسوا. طبعا ليه بقى اللي هو نزول الوزن مهم؟ بيقلل الحمل على القلب طبعا، لان القلب ده دلوقتي بيشتغل ان هو pumping يعني او working for يعني مثلا 200 pounds، وهو designed انه يورك فور 100 pounds، فطبعا ده شغل زياده. فلما بنقلل الوزن طبعا بنصلح القلب كتير. طيب دكتور طب لو حضرتك قلت سألت حضرتك تدينا نصايح عامة بدل ما وزننا يزيد، يعني ممكن ناكل ازاي او ما ناكلش ازاي او نعمل ايه؟ طبعا بصي، هو في حاجات معروفة، هو احنا يعني ساعات الاحظ، لو تعرفي مثلا يعني بنسميها هنا اللي هي الويت لوس اندستري في امريكا مثلا، اللي هي الدايتس اللي هم زي الويت واتشرز وجيني كراج والحاجات دي كلها، يعرف ان دي صناعه يعني بتكسب حوالي 14 مليون او 140 مليون تقريبا، مش فاكر الرقم بالظبط، دولار في السنه، ونجاحها 7% بس. مظبوط صحيح. طب سببها ايه؟ وسببها ان هو اصل احنا الدايت از بيسك اكتر بكتير قوي من اللي احنا بنتكلم عليه. الجسم هو الجسم بياخد على قد ما هو عايز، والزياده الجسم مش بيعرف يعمل بيها ايه. فانت اول خطوه ان احنا نعرف عدد السعرات الحراريه اللي الشخص محتاجها. اي حاجه زياده الجسم ما بيعرفش يتخلص منها، الجسم مش ربنا مش خلقه علشان يتخلص من الحاجات دي. أيوة. هو الجسم معمول انه ياخد كفايته والباقي يعني الباقي مش بيعرف يعمل بيه ايه، فاحنا لازم ندي الجسم كفايته بس. فنمره واحد نعرف السعرات الحراريه. فما نزودش عن 1000 1200 مثلا، حسب جسم الانسان وطاقته، حسب رياضته، حسب كل الكلام. دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، معظم الأكل يكون بروتين أكتر ما هو يكون كربوهيدرات. معروف إن النشويات بتسبب تخمة، لأن الجسم بيحرقها بسرعة ويخزنها بسرعة، والجسم حتى النشويات بتزود الهرمونات في الجهاز الهضمي كمان. فتقلل النشويات بكميات طبعاً كتير. الاكل لازم يبقى مش مره او مرتين في اليوم، يعني اسمع كتير قوي مرضى يقول لك انا باكل مره واحده في اليوم، مش عارف بتخن ليه. ما هي مره واحده في اليوم دي غلط. ايوه المفروض تاكل
ثلاث او اربع كمان مرات وساعات خمس مرات في اليوم، بس حاجات صغيره جدا. حاجات صغيره يعني مثلا الزبادي بيعتبر وجبه، البيضه مثلا تعتبر كده، مثلا شويه شوربه بتعتبر وجبه. كده تلات وجبات راح يا دكتور. نعم بقولك كده تلات وجبات راح يا دكتور، لسه محدش اكل حاجه. هو بالظبط، فاحنا يعني قصدي ان هم يعني اربع او خمس وجبات في اليوم ايوه بتبقى كافيه. يعني ممكن مثلا يبقى في فطار وغدا وسناك وعشاء. المشكله كلها ان احنا في عادات كتير سيئه قوي بتتعمل. نمره واحد مثلا، ممكن شخص ما ياكلش طول النهار بس يجي بالليل طبعا يتعشى عشاء كبير. طب ما هو طبعا لانك انت ما اكلتش طول النهار فجاي بالليل جعان جدا، فطبعا اي بيتحط قدامك هتاكله واكتر منه كمان، وكلنا بنعمل نفس الغلطه. صحيح. وما فيش اي نوع من انواع الاكسرسايز. فطبعا تنظيم مواعيد الاكل مهم. البروتينز مور ذان كاربوهيدرات، دي مهمه جدا جدا جدا. يعني معظم الاكل، يعني الماجوريتي اوف فود يبقى بروتينز، ويبقى فريش، ويبقى فيجيتابلز، ويبقى فروتس، ويبقى جوس، ويبقى حاجات من دي اكتر من النشويات، لان النشويات هي اكتر من احد اهم الاسباب التخمه، وطبعا الفاست فود، وطبعا كل الحاجات. فدي البيسكس، دي البيسكس بتاعت الدايت صدقيني. وده بينجح في اي حاجه لو احنا مشينا عليه بالطريقه دي. مظبوط. طب دكتور طبعا انا دي يعني نصايح قيمه جدا جدا، انا بشكرك جدا عليها. وعايزه بس اقول تاني للساده المشاهدين ان العمليات الباتراتريك مش عمليات تجميل، ولكنها عمليات بتحمي اجسامنا وبتخففنا من امراض كتير ممكن تزيد معانا وتعمل مشاكل اخرى بعد كده. طب دكتور معلش بقى، حضرتك تاني موجود في نيوجيرسي وبتاخد تقريبا كل الانشورنس، وممكن ممكن تساعد الجالية يعني المصرية والعربية، وهنحط رقم تليفون دكتور راجي دلوقتي على الشاشة. وأنا بشكرك جدا يا دكتور على وقتك والمعلومات القيمة اللي حضرتك دايما بتديها لنا. أشكرك كتير وسعيد جدا إن أنا معاكم النهارده. أنا أسعد جدا يا دكتور، وبنشكرك على محبتك وطيبتك مع الناس اللي كلمتك، ويعني بجد thank you so much ان انت بتضيف للبرنامج. اشكرك جدا، وعايزه اقول لحضراتكم ان دكتور راجي مش بس طب يعني دكتور 2016، هو كمان النيويورك تايمز عملوا معاه انترفيو كان على الغلاف حضرتك. انا الموضوع ده حد قاله لي مظبوط. ربنا يخليك، اشكرك. انا كنت بكلم حد يعني من اصحابي في نيويورك، وبعدين بقول له على حضرتك ان انت هتيجي معايا البرنامج، قام قايل لي يا دكتور راجي ده حد جامد جدا، عرفتي توصلي له ازاي؟ فانا بشكرك جدا يا دكتور ان انت تواضعت وطلعت معانا. ربنا يخليك، ربنا هو ميرسي. لكل حاجة احنا بس كده. تصدقي شكرا اشكرك شكرا. وعايزه اقول للساده المشاهدين ان دكتور راجي هيكون معانا كمان شهر من دلوقتي، فخليكم معايا، لسه ما اتفقتش على الميعاد معاه، ممكن يكون 31/3 او الاسبوع اللي بعديه، فخليكم معانا. وكمان في حد من المحامين هنتكلم على البيرسونال انجريز، اول مره نتكلم على البيرسونال انجريز هيبقى يوم 24/3، فياريت برضو تتابعونا. وبشكرك جدا جدا يا دكتور، تصبح على خير. ميرسي ليك. تصبح على خير، أشكركم كثير. شكرا يا فندم. أشكركم أعزائي المشاهدين، دايما تابعوني يوم الجمعة الساعة 6 بتوقيت كاليفورنيا، 9 بتوقيت نيويورك، الإعادة كل يوم اثنين الساعة 4 بتوقيت كاليفورنيا، الساعة 7 بتوقيت نيويورك إعادة الحلقة دي، وبعد 12 ساعة برضو هتتعاد لو ليكوا أصحابكم أو قرايبكم في مصر. دايما قولوا للناس على البرنامج، وحبكم كتير، ربنا يحافظ عليكم. باي. اسأل مع ميرا.